تكره نفسك، اوعى تشوف نفسك مش حلو. بقى دلوقتي في علم جديد تماما، دلوقتي عملوه برانش مختلف خالص، علم محاربة الهرم او التقدم في العمر. الشعر بتاع الناس في الصيف اعتقد بيتعرض الى مشاكل كبيرة جدا. اذا كان في امكانية ان احنا نحافظ على شعرنا ده اطول فترة ممكنة يبقى احسن واحسن. حب الشباب يا فندم من اكتر الحاجات اللي بتأثر في النفسية عموما. مجرد بس شوية حاجات لمسات خفيفة رجعت السن من الشمال لليمين حوالي 15 ل 20 سنة. التعرق الزائد دي مشكلة كبيرة جدا، وممكن ما تدخلش الناس للكليات العسكرية. الخيار بنسميه الخيار النووي في علاج تساقط الشعر، اللي احنا بنجيب بننقل الشعر من مكان للتاني. بحب تسميتك المرة اللي فاتت السحق المحق والنهارده الخيار النووي. الدكتور ياسر أبو العلا استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد، زميل جامعة مينابوليس الولايات المتحدة الأمريكية، عضو الجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية EADV، عضو الجمعية الأمريكية لعلوم الليزر ASLMS، محاضر في الجمعية الأوروبية أنتي إيجينج، أحد مؤسسي جمعية ICC المصرية الدولية. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. Mm-hmm. The second one looks more open, friendly, and happy. Mm-hmm. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. I couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that. اهلا بكم. الحقيقة فيديو حلو قوي، فيديو حلو جدا. لكن خلي بالكو احنا لازم يكون داخلنا ايمان بجمالنا، يعني بشكلنا. اوعى تكره نفسك، اوعى تشوف نفسك مش حلو. وعشان دايما تشوف نفسك حلو وتحس دايما ان انت كويس، دايما جدد، مفيش مانع ان انت لازم تكون على طول عند دكتور الجلديه والتجميل، لازم تعمل ريجوفينيشن، لازم تعمل ريستورنج لطبيعه جلدك، لازم تعمل ريستورنج لاي ديفو حصل.
تظبطه وترجع تاني زي ما كنت، تعمل صيانة يعني. بس إنسان اللي بيشوف نفسه مش حلو أو فيه عيوب ممكن جدا ما تكونش موجودة، وغيرك يشوف إن أنت كلك حلو، وده شيء كويس جدا. إحنا عندنا لازم يكون في موازنة ما بين رؤيتك لجمالك الشخصي أو لإحساسك بإن أو إحساسك بإنك أنت جميلة، وكمان اهتمامك بجمالك الداخلي عشان غيرك يشوفك جميل. الرؤية الغير ليك بإنك حلو بتكمن من داخلك، ومفيش واحدة من جواها سيئة والناس هتشوفها حلوة حتى لو هي حلوة. بس القصة هنا في الحلاوة والتقدم في العمر وتجميل الجلد برضو معادلة مش سهلة، ودكتور التجميل لازم يكون عنده فن عشان يبرز هذه النقاط الجميلة، ولازم يتكلم مع العيان عقلا ووجها وشكلا، لازم يفهم هو عايز ايه فعلا وحاسس بيه فعلا. قصة مثيرة جدا، لكن خلونا نعيش هذه القصة المثيرة والمهمة مع ضيفي العزيز. نستمتع بحوار الحقيقة متنوع جدا وحديث للغاية. في نقاط النهاردة تقل لأول مرة، اسمحوا لي نرحب بواحد من سوبر ستارز هذا المجال اللي بيسعدني جدا بقبوله دعوتي، طبعا ضيفي وصديقي العزيز الأستاذ الدكتور ياسر أبو العلا، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر وزميل جامعة مينابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، الاسم المتميز جدا. أهلا بيك يا دكتور ياسر. أهلا بيك يا دكتور. نورني حبيبي. واحنا بنتفرج على الفيديو قلت لي كلمة، لازم الواحد يكون جميل من جوه ومن بره. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الجمال ده في جمال داخلي وجمال خارجي. في بيت شعر بيقول لك كن جميلا ترى الوجود جميلة. يعني انت نفسك ظبط حاجات صغيرة جدا، كنت حلو، حلو في الأخلاق، حلو في الطباع، حلو في من جوه في النفس، في طيبة النفس، وحلو كمان في الشكل برضو، لأنه ده كمان بيعكس طبيعة الإنسان الجميلة ربنا خلقها لنا سبحانه وتعالى. بقى دلوقتي في علم جديد تماما دلوقتي عملوه برانش مختلف خالص اسمه الانتي ايجينج ساينس، علم محاربة الهرم أو التقدم في العمر. بقى ساينس مختلف تماما، وبيدرسوا له وبيعملوا مؤتمرات عالمية علشان يدرسوا وإزاي نحن نعالج نفسنا ضد الهرم وضد الشيخوخة عامة. فالإنسان يكبر عمرا، نكبر سنا لكن يصغر شكلا. الحاجات دي كانت زمان كانت صعبة جدا، لكن دلوقتي التكنولوجيا الحمد لله ربنا ادانا أوبشنز كتير قوي. بيقول لي فحد اي واحد مثلا بيجي لي، معظمهم بيكون ستات لكن بعض طبعا الرجاله بيكونوا موجودين، بيقول لي تحب نعمل ايه؟ فاقعد اسكت. تقول لي يا الموضوع صعب كده؟ اقول لا هو الموضوع مش صعب، الموضوع دلوقتي بقى فيه اختيارات كتير، انا مش عارف اختار ايه ولا ايه، من كتر ما عندنا الجعبه مليانه من الحلول الحمد لله ربنا مديها لنا. فبشوف لك ايه اقصر الحلول تودينا لاحلى حاجه ممكنه. التقدم في العمر دلوقتي بقى من اكتر الاشياء اللي بتاثر وتخوف ترعب رجل وست. ايه اللي بيعمله التقدم في السن في الوش؟ التقدم في العمر طبعا الوش هو طبعا اكتر حاجه باينه، واكتر حاجه معرضه للشمس، واكتر حاجه معرضه للتلوثات. انت معظم الناس اللي بيكبروا في السن ما تحب تشوف جسمهم حتى من الداخل، هتلاقيه مختلف تماما عن الخارج. الوش عامه بيعجز بسرعه اكتر، التعرض لضوء الشمس، التعرض للملوثات، التدخين الداخلي، الملوثات الداخليه زي التدخين بتعجل وتسرع جدا 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 من تقدم العمر. الستات في عمر بيبقى عمر حرج قوي غير الرجاله. الستات في العمر من اول الـ40 لحد الـ55 بيحصل لهم تغيرات هرمونيه رهيبه. التغيرات دي هي بتكبر عاده على في البطاقه عمرها بيبقى سنه واحده بتكبر، لكن شكلها بيكبر اكتر من كده بكتير، ممكن 3 لـ5 سنين، ولو بتدخن او بتشرب تضرب العمر ده في 2 كمان. فبيحصل فيها اكسلريشن، فيها نوع من انواع تقدم، تسارع كبير قوي في تقدم العمر. المرحله دي بتبقى مرحله حرجه جدا في الستات، والمفروض ان هي ما تستناش لحد ما توصل لهذه المرحله وتبتدي تعالج. انت بتعمل صيانه للعربيه بتاعتك، ما بتستناش لغايه ما تحصل فيها مشكله وبعدين تروح للتوكيل تظبطها او تروح لحد يظبطها لك. لا، احنا بالعكس قبل ما بيحصل المشكلة المفروض ببدأ الصيانة دي من بدري، من العشرينات، من الثلاثينات، بيبقى حاجات بسيطة جدا بتأخر هذا المؤثر الخارجي وبتقلل نسبة حدوث التقدم في العمر. مقاييس الجمال ليها سن معين؟
مقاييس الجمال، الجمال بيختلف من شعب للتاني ومن عمر للتاني، وبيختلف كمان من بلد لبلد. يعني بيختلف مثلا في الستينات مقاييس الجمال اختلفت خالص، في احنا في 2019 2020 اختلفت تماما مقاييس الجمال. لو شفت ملكات جمال العالم زي مثلا اليزابيث تايلور وشون كونري في الرجاله، وشفتهم دول كانوا مقاييس الجمال في في في, في الستينات، لما تشوفهم دلوقتي يمكن ما يبقوش مميزين قوي. فده بيختلف من شخص للتاني، طبعا بيختلف من بلد للتانيه، وبتختلف زي ما احنا شايفين التقدم في العمر دي حاجه بنسميها unevitable، يعني لازم تحصل، اكيد هتحصل. لكن احنا ممكن ناخرها، ممكن نعالجها، ممكن احنا تعدي هذه المرحله بسلاسه من غير ما يحصل فيها مشكله. طبعا دي اليزابيث تايلور كانت ايقونه الجمال في الستينات، وماتت وهي عندها حوالي 80 سنه. شايفين الفرق طبعا السن بيعمل ايه. الناس اللي زي دول احنا بندرس عليهم ان العجز او الشيخوخه بيحصل فيهم ايه، ان دول بيبقوا مثال واضح وليهم صور كتيره جدا هم صغيرين وهم كبار. من اشهر الحاجات اللي احنا طبعا بنستعملها ماده البوتوكس. البوتوكس ده ماده معروفه بقى لها من سنه 1821 اكتشفوها، اكتشفت سنه 1821، ولكن ما دخلتش في المجال بتاعنا الا سنه 1984. ودي بالنسبه لنا احنا زي الترانزستور كده، اختراع الكهرباء. الحقيقه ماده البوتوكس دي ماده يعني ساحره. احنا زي طبعا بنستعملها في التجاعيد بكثره، دي ما فيهاش اي مشكله، بنستعملها بقالنا سنين من الثمانينات لحد هذه اللحظه، ما فيهاش اي مشاكل خالص، استعملت باستعمال مظبوط بطبيب مختص ان هو يحقنها. لكن كمان اكتشفنا ان ليها كمان نوع من انواع استخدامات الاخرى للبوتوكس. الاستخدامات الاخرى ديت يمكن انا كنت قابلتك من يمكن مش عارف تقريبا 12 سنه، وقلت لك في مره من الحلقات قلت لك البوتوكس والفيلر دول عاملين زي الفلوس بيغيروا النفوس. ففي مره من المرات كنت في مؤتمر في الخارج في لندن، فقابلت الراجل اللي هو ايقونه من الناس اللي هو كان اللي بيطوروا هذه الماده، دكتور ألد، كنت تشرفت بيه، وكان يعني كان فرصه ان احنا قعدت معاه حوالي تلت ساعه بنتناقش. فقعد يقول لي البوتوكس دلوقتي احنا بنستعمله في علاج الاكتئاب، بنستعمله في علاج مش عارف حاجات في المفاصل، بنستعمله في حاجات الميجرين اللي هي الصداع النصفي غير التجميل. فدي استخدامات كتيره قوي الحقيقه دخل فيها. كنا زمان دايما بنستعمله بس في المنطقه التلت الفوقاني من الوجه، دلوقتي كمان بنستعمله في التلت التحتاني، بنستعمله في الرقبه، بنستعمله في الفك اللي هي نفرتيتي لاين زي ما احنا شايفين. مجرد بس شويه حاجات لمسات خفيفه رجعت السن من الشمال لليمين حوالي 15 ل 20 سنه. ويبقى مهم قوي ان كمان يكون شكلها طبيعي وفيري تبقى ناتشرال بالنسبه لاستخدامات البوتوكس او الفيلر. ايه اهم خصائصه ومميزاته البوتوكس، يعني قيمته فيه؟ قيمته طبعا ان هو دوق بيشتغل على طول، بعد ايام بنقدر ان احنا نشوف ان البيشنت او المريض يقدر يشوف النتيجه بتاعته، وبيستمر من 6 شهور لحد ممكن 9 شهور، يوصل لحد 9 شهور اذا داوم الانسان ان هو يعمله مرتين في السنه، بيبقى كفيل ان هو الانسان فعلا بيكبر. انا في ناس بتابعهم الحمد لله بقالي 15 18 سنه ما شاء الله عليهم، هم بيصغروا انا اللي بكبر، يعني هم مداومين على الكلام ده، لا هم بيصغروا شكلا وما بيكبروش تقريبا. فكل ما بيعمل الكلام ده بانتظام الحاجات المفيده جدا، غير طبعا حكايه الصداع النصفي، غير ان هو بيحسن الحاله المزاجيه او الحاله النفسيه، ودي حاجات ابحاث لسه منشوره في قريب جدا انهم حتى بيستعملوه دلوقتي في الاكتئاب المزمن، الاكتئاب الحاد او المزمن، بيأثر، لقوه ان هو بيأثر مش في ان هو بس ان هو بيحلف عشان كده الاكتئاب بيروح، لا، ان الماده دي مجرد انها بتخش جسم الانسان لقوا انها بتغير، ومش عارفين ازاي انها بتغير في خصائص الاكتئاب، الانسان نوعا ما بيتحسن طبيا. التعرق طبعا، التعرق الزائد دي مشكله كبيره جدا، وممكن ما تدخلش ناس للكليات العسكريه، ما بيعرفش يمسك السلاح، ما بيعرفش يسلم، في الامتحانات الورقه بتبقى مبلول. التعرق ده انا شفت ناس حضرتك حتى ملوش دعوه بالحراره، ده ليه دعوه بالستريس اكتر، بالتوتر اكتر. فحتى في الشتاء تلاقي الايدين كلها بتنزل عرق، مش قادر حتى بيجي يكتب، الورقه بتتبل من كتر ما بيكتب. فطبعا البوتوكس في الحاله دي حاله بتبقى حال سحري جدا. حقن البوتوكس بيستمر لمده لحد 9 شهور ل 12 شهر، يعني مره في السنه تقريبا، وبتخلصوا من هذه المشكله والتعرق والحرج اللي ممكن يسببه التعرق للمريض او المريضه. الابتسامه اللثويه. الابتسامه اللثويه دي طبعا كانت مشكله كبيره، احنا توجهاتنا كلها غير جراحيه، فبعض الحالات بتستجيب جدا لما الواحده ما بتيجي تضحك تلاقي اللثه بتاعتها بتبقى ظاهره. من ضمن علاجها ان هي
نعملها شويه بوتوكس خفيف جدا في منطقه معينه من الوجه، بيبتدي الشفه بتبتدي تنزل لتحت، ما يبانش اللسة. طبعا زي ما احنا شايفين فرق كبير قوي ما بين الفرق الصوره اليمين والشمال. فدي من الحاجات الكويسه قوي، وكمان بنقدر نستعمله كمان غير الابتسامه اللسويه اللي بنسميها الجام سمايل، بنقدر نستعملها كمان في النفرتيتي لاين، ان احنا ازاي نبرز عظمه الفك يرجعها تاني. ممكن نستعملها، ممكن نستعملها كمان في الرقبه. لو نشوف برضو بعض الصور هنشوفها ان الرقبه من الحاجات المشاكل الكبيره قوي. دايما بنقول ان اكتر ثلاث حاجات بيبينوا السن الرقبه والايدين وتحت العينين، اكتر ثلاث حتت بيبينوا السن. بقيه الحاجات الثانيه ممكن تخفيها باي مكياج او كده، لكن دول الثلاث حتت دول لازم ان احنا نعالجهم معالجه مظبوطه. ودي بحاجه بسيطه جدا كانت قبل كده ملهاش غير حل جراحي بشويه حقن خفيف جدا بيتعمل مرتين في السنه او ثلاث مرات بالكثير، يرجع تاني الشكل دوت. ساعات في ناس بيبقى عندهم كمان تضخم في عضلات الوش. البروكسيمس دي من الحاجات اللي هي من كتر ما بتعض على وهي نايمه، حتى زي ما احنا شايفين الصوره اللي الشمال ديت، من كتر دي بالظبط عضله، عضلات الفك زي عضلات زي بتاعه العضلات اللي في الايدين، كل ما الواحد بيعمل اكسرسايز زي البايسبس زي الترايسبس بتلاقي بتكبر وتتضخم. فمن كتر ما بتعض حتى وهي نايمه، عشان كده بيعملوها نايت جارد بالليل، بيبتدي العضلات دي تتضخم وتغير في شكل الوش. ببساطه جدا ممكن بعد حوالي اسبوعين الى شهر ترجع الصوره اللي احنا شايفينها على اليمين، انها بتقلل وبتضعف العضله المتضخمه وبتحسن من شكل الكونتور بتاع الوجه. الوش طبعا انت عارف ليه الكونتور بتاعه، انا بسميها نظريه الجوافه. ايه نظريه الجوافه دي؟ انت الانسان وهو كبير بيبقى وشه بيربع من تحت، لما بيكون صغير بيبقى نازل على مثلث من تحت. لما بتقلب هذه الصوره اللي بنسميها تغير التو اس الشيب والشادوز، مجرد انت تغير الشيب، مجرد شكل الوش تخليه نازل على مثلث باي وسيله إن كان بوتوكس او اي حاجه تانية، بيتحسن في العين. احنا نشوف العين ان الانسان ده بقى اصغر سنا. فمجرد ان انت بتخدع العين، مش بتخدع العين وبس، لا فعلا الشكل بقى اجمل، لان بيبقى بيرجع حاجه اسمها الجولدن ريشيو. دي اكتشفوها، جابوا مئات الملكات الجمال وشافوا المقاييس الجماليه الرقميه، فلقوا ان اللي فيه حاجه اسمها الجولدن ريشيو، ودي معروفه من ايام البطالمه وان هم كانوا بيرسموا الكلام ده، ان انت ترجع الجولدن ريشيو دي زي ما كانت اللي هي 1:1.6. المقاييس الجمال دي اللي بتريح عين الانسان اكتر، ودي اللي الانسان بيشوفها جميل. فدي بتبقى بتعمل بساطة. مقاييس وش الناس بشكل معين. مقاييس معينه دي متعارف عليها، وعلى فكره دي موجوده في كل حاجه. يعني ايفن حتى لو علامه جوجل دي واحد، بس علامة الناشونال جيوغرافيك هتلاقيها المقاييس بتاعها 1:1.6. المقاييس دي نفس الكلام بنطبقه على الوش، تلاقيها بيرجع الوش فعلا إلى يميل أكتر إلى الجمال. في حاجة بتبوظ مقاييس الوش جدا هي اللغد، تبوظ شكل الوش على طول. اللغد تتعامل معاها إزاي؟ طبعا احنا بنتعامل مع الحاجات البسيطه للمتوسطه، الحاجات الكبيره طبعا بتلزمها حاجات جراحيه. دي مشكله حقيقيه كبيره، ودي بنسميها البراون فاتس، المنطقه الموجود فيها اللغد اللي احنا بنسميه منطقه اللي هو اسفل الدقن. زي ما احنا شايفين المريض او المريضه يخس مهما يخس، ممكن يخس 10-15 كيلو، الحته دي تخس 2 جرام ما بتقاوم الخسسان. هي وحته منطقه كمان في البطن بتقاوم الخسان جدا، خصوصا في جنب الستات دي بتبقى بتقاوم جدا جدا، حتى لو عمل رجيم قاسي ما بتخسش. فدي بنضطر بنعمل لها بعض الاجهزه، ومن ضمن هذه الاجهزه الموجات فوق الصوتيه. الليزر الحقيقي الواحد يعني اشتغلته بقاله اكتر من 20 سنه، لقي الاجهزه الجديده كمان ما بقتش ليزر وبس، بقت ابسط وبقت ارخص وبقت كفاءتها اعلى ونتيجتها حقيقه كويسه جدا. الموجات الصوتيه دي بتشتغل عن طريق في منها نوعين، موجات صوتيه تصادميه دي بتفتت الدهون بطريقه طبيعيه وبتنزل عن طريق الاخراج الطبيعي. هل الدهون دي بترجع تاني؟ لا ما بترجعش، فكانك بالظبط عملت عمليه شفط من غير جراحه، ودي ما بتاثرش ولا بتفتح حاجه في الجلد ولا بنحقن حاجه في الجلد. مجرد ما بنستخدم الموجات الصوتيه، سواء موجات الكافيتيشن اللي هي موجات صوتيه تصادميه، وهنشوف الفيديو ده جايبين بيضه وحاطينها نيه وحطيناها على الجهاز الموجات فوق الصوتيه، بنشوف الموجات فوق الصوتيه ازاي بتكسر جدار الخليه بتاعه الدهون. لما بتكسر جدار الخليه بتاعه الدهون نفسها دي على مستوى الخليه بيبتدي يروح على الليمفاتكس اللي هي الغدد الليمفاويه، وبتروح على الاخراج العادي.
ومن ضمن فوائدها ان هي كمان بتشد الجلد، يعني مش بس انت بتاخد الدهون دي بس، لا دي انت كمان بتشد الجلد، فان كانك بتعمل جراحه من غير جراحه. والعمليه دي بتستغرق دقائق، يعني بنسميها اللانش بريك تايم. ممكن تاخد في اللانش بريك بتشرب زي بتاخد استراحه بسيطه، بتعمل فيها الجلسه دي وبتمشي. هل الدهون دي بترجع تاني؟ لا ما بترجعش تاني، الا اذا انسان تخن قوي فالدهون اللي فاضله ممكن تزيد، بس تكون حاجه بسيطه. الفيلر الان انا دايما اسميه سلاح ذو حدين، تاثيره سريع وبيستمر اكتر من سنه لاثنين. الطيف الكهرومغناطيسي ده هو في الاخر بيولد حراره بس في داخل الجلد، وبرده ماليش علاقه بسطح الجلد. يعني حتى لو واحد عنده حساسيه من الضوء او واحد اصبر شويه، دايما بنحب ان احنا نبعد خالص عن الليزر للناس او الناس اللي عامله تان، يتحرق بسهوله جدا مع الليزر. اكل السكريات يا جماعه خطر جدا جدا، اكل السكريات ارجوكم، ده بيسبب تجاعيد بشكل كبير. قيمة التشخيص المبكر فيه تساوي قيمة إنقاذ حياة سرطان الرئة. في ناس كتير إحنا فقدناهم في حياتنا بسبب أورام الرئة. يعني دايماً يجي لنا سرطان رئة متأخر. ليه؟ لأن أعراضه كلها تمشي مع أي مرض تاني. زي أي سرطان غير معروف. المدخنين خلي أشعة الصدر روتينية عشان نلحقه. ده حجر الشيشة بتمن سكر. المصيبة إن واحد يقول لك إيه، أنا عشان أبطل سجاير شربت بقيت أشرب شيشة. لا خليك بالسجاير أحسن. واحد قاعد فجأة الحقوني صدري مش قادر، حاجة فرقعت جوه يا دكتور. فلما أمسك أشعة ألاقي فيها أسود وأبيض أعرف إن الأبيض ده ما تلمس والاسود يتلمس. امتى اجري على المستشفى؟ دي مهمه جدا، هو ده الهدف من الحلقات اللي بنعملها دي كلها. هل فعلا الناس محتاجه ثقافه الفهم المتعاقب؟ في الزراعه لا، لازم المريض يبقى عارف كل التفاصيل اللي هيقابلها بعد العمليه، اللي ناوي ان هو ما يتابعش ما يزرعش. قصه دي قناه مراريه دي قصه كبيره شويه. هل ده التاثير الوحيد اللي هو الرفض المزمن للكبد، ولا في تاثيرات تانية لضيق القناه المراريه على الكبد المزروع؟ نجاح المنظار في القنوات المراريه في ضيق القناه المراريه الحقيقه حلو جدا، يعني 80 ل 90%.